السلام عليكم أصدقائي التلاميذ، عدنا لكم في درس جديد في مادة نشاط العلمي لمستوى السادس ابتدائي. في هذا الدرس سوف نرى دوران الأرض حول نفسها في موضوع الفلك الذي يتشكل من ستة دروس. أول درس هو دوران الأرض حول نفسها، ثم يلي دوران الأرض حول الشمس، ثم تعاقب الليل والنهار، وبعد ذلك تعاقب الفصول، ثم بعد ذلك أطوار القمر، وفي النهاية الكواكب والنجوم. إذن على بركة الله نبدأ درس دوران الأرض حول نفسها. إذن في هذا الدرس سوف نرى كيف هي حركات دوران حول نفسها. إذن أولا سوف نتعرف على شكل الكرة الأرضية. كيف هو شكل الكرة الأرضية؟ هو على شكل كرة أم على شكل بيضة أم كيف هو شكل هذه الكرة الأرضية؟ ثم بعد ذلك نرى دوران الأرض حول نفسها، كيف تدور الأرض حول نفسها. بعد ذلك أتعرف حركة الظاهرية للشمس. إذا للشمس حركة ظاهرية يراها الإنسان في حياته اليومية، وليست هي بحركة حقيقية، إذا فهي مجرد حركة ظاهرية. وبعد ذلك سوف ننجز نموذجا لأتبين حركة الأرض حول نفسها. سوف ننجز نموذج تقريبي لحركة الأرض حول نفسها، وبعد ذلك يمكننا استثمار هذه التعلمات في وضعية جديدة إلى آخره. إذن كتمهيد لهذا الدرس، إذن نلاحظ في حياتنا اليومية أن الشمس تشرق صباحا فيكون النهار. إذن كل صباح تشرق الشمس فيحل الصباح، وتغيب مساء أو وتغيب في المساء فيحل الليل. يعني تغيب في المساء أو تغيب مساء فيحل الليل، يعني عند غروب الشمس يحل الليل. إذن هذا ما نعلمه جميعا، أن الشمس تشرق صباحا فيحل الصباح أو لا يحل النهار، وفي المساء تغرب الشمس فيحل الليل. كيف نفسر هذه الظاهرة؟ يعني كيف نفسر هذه الظاهرة أن كل يوم الشمس تشرق فيحل النهار وثم تغيب فيحل الليل؟ يعني كيف يحدث هذا، أو لا ما تفسير هذا؟ إذن يمكن تفسير هذا بربما حركة الشمس أو الأرض كما لاحظنا هنا، يعني إما تكون حركة دوران الأرض حول الشمس أو الحركة الظاهرية للشمس. يعني إذن الأمور في هذا الاتجاه، ونحن سوف نتابع الأمر ونتعرف على الحقيقة جماعة. إذن على بسم الله النشاط الأول، ألاحظ حركة ظاهرية للشمس خلال يوم مشمس. طلب من المتعلمين قياس طول سار العالم في ساحة مدرسة، وذلك حسب فترات، فكانت نتائج كالتالي. يعني خلال يوم مشمس طلب من المتعلمين، يعني في واحد النهار كانت فيه الحرارة، يعني كانت الشمس، طلب من شي واحد من التلاميذ هادو انهم يقيسوا الظل ديال هاد الراية اللي كانت في الساحة. يعني هنايا اول شيء، اي اول حاجه خصنا ننتبهوا ليها، ان هذه الحركه مجرد حركه ظاهريه. ما معنى حركه ظاهريه؟ يعني انها حركه غير حقيقيه. يعني هذه الحركه، هذه حركه ظاهريه، يعني فقط نراها باعيننا، ولكن الحقيقه ليست كذلك. اذا سوف نبسط الامر. اذا في 8 صباحا مثلا كان طول ظل ساري العالم 3 متر. يعني كما تلاحظون هنا، في 8 صباحا كان مثلا طول الظل هنا 8 سنتيمتر او 3 متر. 3 متر. وعند الساعة 10 صباحا اصبح طول هذا الظل تغير من مكانه في هذا الاتجاه، يعني كان هنا وبعد ذلك اصبح هنا، يعني وطول بدأ في الانخفاض، يعني اصبح 1.75، يعني تقريبا قصب 1.25 متر. وعند الساعة 11 صباحا أصبح 1.5 متر. يعني في الساعة 11 صباحا أصبح، يعني بدأ ينقص ويغير في اتجاهه، يعني يغير اتجاهه. يعني الشمس يعني
تتغير في هذا الاتجاه والظل في اتجاه المعاكس، يعني حركة هذا الظل أو الاتجاه هذا الظل معاكس لحركة الشمس. ولكن في الثانية زوالا أصبح 0.75، وهذا الطول هذا هو كنلاحظوا هنا هو أصغر طول، يعني هذه هي القيمة الدنيا ذات الظل هذا، يعني مع 12 كيكو تقريبا هو الظل أصغر في اليوم، يعني هنا هو الظل هذا، يعني مع 12 كان 4.75 متر. ولكن عند حلول الثالثة بعد الزوال بدأ في الارتفاع، يعني هذا الطول بدأ يرتفع أصبح 2 متر، وفي النهاية بعد الرابعة زوالا أصبح 3.90 مترا. يعني في المساء كنلاحظوا أن الظل ديال أي شيء، مثلا هنا الراية نقدروا ناخذوا مثلا شي مثال آخر يكون أكبر أو أصغر، ظل الإنسان مثلا في المساء يكون أكبر إلى آخره، ولكن الظل ديالنا مثلا مع 12 كيكون صغير، يعني كتشوف حداك كيبان لك الظل ديالك حداك. إذا وهذا الظل مثلا يأخذ اتجاه معاكس للشمس. إذا سوف نبدأ بهذه الأسئلة الموجودة هنا. لماذا يتغير طول ظل ساري العالم واتجاهه خلال النهار؟ إذا علاش هذا الظل هذا في الصباح كان هنايا وكان مثلا 3 متر، وفي العشية وبدا كينقص وكيغير في المكان ديالو، وفي المساء أصبح مثلا هنا وأصبح طوله مغاير؟ لماذا؟ لأن ذلك مرتبط بتغير مكان أو موقع الشمس، يعني ذلك مرتبط بتغير موقع الشمس. في أي اتجاه يتحرك الظل بالنسبة لاتجاه حركة الشمس؟ يعني الاتجاه الذي يتحرك الظل بالنسبة لاتجاه حركة الشمس، يعني الظل يتحرك في هذا الاتجاه، يعني اتجاه يعني الشمس تمشي في هذا الاتجاه والظل في اتجاه المعاكس، يعني اتجاه المعاكس اتجاه معاكس لحركة الشمس، يعني عكس اتجاه حركة الشمس أولى من الغرب إلى الشرق، يعني هنا تشرق الشمس وهنا تغرب، إذا هو العكس، يعني من الغرب إلى الشرق. أنقل الرسم على دفتري ثم أحدد فيه جهتي الشرق والغرب. إذا كما قلنا هذه الجهة تمثل جهة الشرق، وهذه الجهة سوف تكون جهة الغرب. أنجز تجربة مماثلة وأسجل ملاحظتي في جدول على دفتري. إذا سوف تقوم عزيزي التلميذ بتجربة مثل هذه، مثلا سوف تستيقظ صباحا على الساعة 8 صباحا، وتقوم مثلا بقياس طول مثلا شجرة في الصباح تقيس طولها، وعاوتاني على الساعة 10 صباحا تقوم بقياس طولها فتلاحظ بدأ طولها في الانخفاض إلى آخره، في الرابعة مساء عاوتاني تقيس الطول ديالها. في النهاية سوف تحصل على جدول مشابه لهذا الجدول، ليس بالأعداد ولكن في تطور الظل، يعني الظل سوف يبدأ في الانخفاض عند الساعة مثلا الظاهرة سوف يأخذ القيمة الدنيا، وبعد ذلك يبدأ في الارتفاع. جيد. إذا من خلال هذا الدرس نستنتج أن للشمس حركة ظاهرية، وهي من جهة الشرق نحو جهة الغرب، وهي مجرد حركة ظاهرية وليست بحقيقية، وتأكدنا من ذلك، يعني عبارة من هذه التجربة، ويصاحب هذا التغير لمواضع الشمس تغير في ظل الأشياء وموضعها إلى آخره. في النشاط الثاني سوف نتعرف دوران الأرض حول نفسها بواسطة نموذج. إذن هنا سوف نتعرف دوران الأرض حول نفسها بواسطة نموذج. إذا سوف نحتاج لهذه التجربة مجسم على شكل كرة أرضية، ونضعه في بوغي، يعني مسمار ومصباح جيبي، وسوف نقوم بهذه التجربة. ولكن بعد ذلك نأخذ بعض المعلومات عن الكرة الأرضية. إذا تبعد الشمس عن الأرض بحوالي 149.6 مليون كيلومتر، يعني المسافة موجودة بين الشمس والأرض تقدر بمسافة 149.6 مليون كيلومتر، يعني مسافة كبيرة جدا.
ويرى الإنسان أنها تتحرك، يعني الإنسان يرى أن الشمس تتحرك من الشرق إلى الغرب، ولكن هذه الحركة هي مجرد حركة ظاهرية. إذن حركة الشمس التي نراها نحن بأعيننا هي مجرد حركة ظاهرية وليست بحركة حقيقية. إذن من الذي يتحرك؟ إن الأرض هي التي تدور حول محور ثابت، وهذا المحور هو مجرد محور وهمي غير موجود، ولكن الأرض تدور عليه من الأرض تدور نحو حول هذا المحور. إذن سوف نبدأ هذه الأسئلة لفهم هذه التجربة جيدا. إذن أولا نثبت برغيا على المجسم الكرة الأرضية، سوف نضع برغي على الكرة الأرضية. البرغي مثل مسمار، هذا مثل للبرغي. هذا البرغي عندما نضعه هنا في هذا المجسم ونضيئه بمصباح، يجب أن يكون هذه التجربة في غرفة مظلمة، يعني أضع المجسم في غرفة مظلمة وأضيئه بمصباح جيبي. يعني هذه التجربة لتنجح جيدا أو لفهم الظاهرة جيدا يجب أن تكون في مكان مظلم. هذا البرغي عند تثبيته في الكرة الأرضية ونقوم بدورانها من اليمين إلى اليسار، هذه الكرة الأرضية أمامنا، إذن أين اليمين وأين اليسار؟ إذن يمين الكرة الأرضية يوجد هنا ويسارها هنا، إذن الحركة تكون في هذا الاتجاه، إذن الحركة في هذا الاتجاه، يعني سوف نقوم بدوران هذه الكرة الأرضية. إذن سوف يكون الشرق شروق الشمس هنا وغروبها هنا. جيد، وهذه المنطقة مثلا، هذه المنطقة التي يكون فيها النهار وهذه المنطقة التي تشهد الليل. إذن احنا ما يهمنا نلاحظ ما يحدث لظل البرغي في الصباح والظهيرة والمساء. إذن في الصباح سوف يكون الظل مثلا هنا، يعني الظل يعني عند الشروق سوف يكون الظل هنا، يعني ظل كبير مثلا ظل هذا البرغي سوف يكون في هذا الاتجاه، هذا هو الظل في الصباح، وعند الظهيرة سوف يصبح في هذا المكان، وفي المساء سوف يكون في هذا الاتجاه، لأن الكرة الأرضية تدور في هذا الاتجاه، يعني تدور على هذا المحور الثابت، وهذا هو المحور العمودي. ونلاحظ هنا زاوية ميلان الكرة الأرضية، سوف نرى لاحقا ما سبب ميلان هذه الكرة بهذه الزاوية. أستنتج بناء على هذه المناولة اتجاه حركة الأرض حول نفسها بالنسبة للشمس، يعني اتجاه حركة الأرض حول نفسها بالنسبة للشمس، يعني الشمس هنا والأرض تدور، يعني الأرض كيف تدور؟ يعني تدور من جهة اليمين إلى اليسار أو لا، من الشرق إلى الغرب، يعني الأرض تدور من اتجاه الشرق إلى الغرب أو من اليمين إلى اليسار. اتجاه الظل في كل من فترة اتجاه الظل في كل من فترة الصباح والظهيرة والمساء، يعني اتجاه الظل في جهة الصباح، يعني في فترة الصباح يكون مثلا في جهة الشرق، وعند الظهيرة يكون في الوسط، وفي المساء يكون في جهة الغرب، يعني اتجاهه يكون من اليسار إلى اليمين، يعني من اليسار إلى اليمين، يبدأ في اليسار وفي النهاية ينتهي في اليمين، أو لا من الشرق إلى الغرب، يعني الظل يتغير في هذا الاتجاه، لأن الكرة الأرضية تدور في هذا الاتجاه. المدة الزمنية التي تستغرق الكرة الأرضية لقيام بدورة كاملة حول نفسها، يعني المدة الزمنية التي تستغرقها الكرة الأرضية عموما تقدر ب 23 ساعة و 56 دقيقة، وإذ يمكن تجاهل تلك الأربع دقائق والقول أنها تدور في يوم كامل، أي 24 ساعة، يعني المدة الحقيقية هي 23 ساعة و 56 دقيقة، ويمكن أن يعني نهمل تلك الأربع دقائق ونقول أنها تدور دورة كاملة في اليوم حول نفسها، يعني تدور دورة كاملة حول نفسها، يعني كل 24 ساعة تدور دورة حول نفسها. إذن هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية الدرس، يجب أن نلخص كل ما توصلنا إليه في هذا الدرس من موضوع الفلك.
إذا في أول شيء تحدثنا عن الشمس، قلنا تشرق الشمس صباحا فيحل الصباح، وتغرب مساء مثلا وتغرب مساء فيحل الليل. إذا فسرنا ذلك بحركة ظاهرية للشمس، قلنا أن الشمس تشرق صباحا يعني ثم تدور حتى تغرب مثلا في المساء، يعني السبب هذا هو الحركة الظاهرية للشمس. وتحدثنا عن حركة الشمس، قلنا هي حركة ظاهرية، وتحدثنا عن حركة الأرض، قلنا أن الأرض تدور حول نفسها، بما أن تحدثنا عن الدورة، ثم في الأخير تحدثنا عن المدة الزمنية التي تستغرقها الأرض لإتمام دورة كاملة حول نفسها، التي تقدر ب23 ساعة و56 دقيقة. إذن بما تسمى حركة الشمس في السماء؟ تسمى حركة الشمس في السماء بحركة ظاهرية. جيد، واضح. إذن كيف نفسر ذلك؟ نفسر ذلك من خلال ما نراه بأعيننا، من خلال ما يراه الإنسان كل يوم في حياته اليومية. كم المدة دوران الأرض حول نفسها؟ يعني تقريبا 24 ساعة في اليوم، يعني الكرة الأرضية كل يوم تقوم بدورة حول نفسها. واضح؟ إذا سوف نقرأ هذه المعلومات جيدا ما توصلنا إلى الحد الآن. تسمى حركة الشمس في السماء بحركة ظاهرية، ونفسر ذلك من خلال ما يراه الإنسان. يعني ماذا يرى الإنسان؟ يرى الشمس أنها تتحرك من الشرق إلى الغرب. ظل الأشياء يفعل العكس، يعني يتغير من الغرب إلى الشرق، يعني عكس حركة ظاهرية للشمس. وأن الأرض تبعد عن الشمس، يعني المسافة الموجودة بين الأرض والشمس هي 149.6 مليون كيلومتر. ومدة دوران الأرض حول نفسها تقدر ب23 ساعة و56 دقيقة، أي ما يقارب يوم كامل. عزيزي التلميذ، هذه الكلمات لا بد أن تستقر في ذهنك. ما معنى الحركة movement؟ حركة ظاهرية movement apparent، ودورة الأرض rotation de la Terre. إذا في هذا الدرس اكتشفنا أو توصلنا إلى حركة الشمس، تعرفنا عليها وقلنا أنها مجرد حركة ظاهرية، وتعرفنا على دوران الأرض حول نفسها، وقلنا أن الكرة الأرضية تدور حول نفسها دورة كاملة كل يوم. إذا في الدرس المقبل دوران الأرض حول الشمس إن شاء الله،